الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. مرحبا بكم جميعا، ولكل داخل إلينا، ولكل مستمع إلى كلامنا. إن كان لديه نقد فليتوجه بالنقد العلمي، نرحب به. وهاتفنا موجود يحفظه الجميع، موجود عند الكافة. من لديه استدراك، من لديه خطأ، نحن مستعدون أن نرجع إلى الحقيقة. ولكن من نحن؟ تواردت الأسئلة علينا، من أنتم؟ ترجمنا أنفسنا وذكرنا حياتنا، لا على سبيل التفاخر، ولكن ذكرنا واقعنا. الناس محتارون. طيب، أنت الآن تذكر كلاما صحيحا مسندا إلى الأئمة، ولم نسمع به من قبل، أو سمعه بعض الناس بنظارة شخص من الناس. طيب، من يدعمك؟ قالوا الدول تدعمنا، وجدونا أن هجرنا من بلادنا، لا جئنا إلى بلاد أخرى، لا يوجد لنا دعم. اعتادوا، يقول إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، كما يقول المتنبي. اعتادوا أن لا يعبر إنسان عن فكره إلا إذا كان مدعوما من جهة معينة. طيب، لماذا تفعل هذا؟ أقول أفعله نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة لأولياء الله الصالحين الذين أحبهم في ذات الله تعالى، إذ ما أحببتهم إلا لأجله. وكما أخذ علينا العهد العام من سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصر المظلوم، وقد رأينا أولياء الله تعالى مظلومين، ورأينا أهل الحق مظلومين، فقررنا أن نقف مع المظلوم وأن نرد على الظالم. كذلك رأينا كثيرا من المسلمين الصالحين الركع السجود، الذين يبتغون الله والدار الآخرة، وعندهم صدق وإخلاص، ويبحث عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعها على فهم السلف الصالح، فوجد فخا فيه طعم اسمه السلف الصالح، فدخل فيه فأطبق عليه ذلك الطعم. فأردنا أن نخلص هؤلاء، أن نعيدهم إلى الجادة، إذ ليس معقولا أن تهجر الأمة معاني لا إله إلا الله، ليس معقولا أن تشرك المؤسسات العلمية العريقة الأزهر الشريف وجامعة القرويين ومعاهد الهند والسند ومعاهد الشام ومدارس العراق ومدارس اليمن ومدارس الحجاز المروية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الكامل، والهند والملاوي والشرق والغرب. ليس معقولا أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة، هذا يستحيل عقلا، أن يتواطأ الجمع الهائل من علماء الإسلام على ما يخالف دين الإسلام. أردنا أن ننقذ أولئك الحيارى، وأن نردهم ابتغاء وجه الله تعالى. لم نتكلم إلا بعد أن سكت الكافة. لماذا سكت الكافة؟ إما لعذر، فالله تعالى يتولاه ويعلم الأعذار يوم تبلى السرائر، وإما طمعا بمال، وخطاب الله تعالى يناديه في كل لحظة يقرأه إذا كان يفهم، وما يغني عنه ماله إذا تردى.
وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك، ماذا ينفعك هذا المال؟ قبضت أموالا كثيرة وطمعت في إعارة في غيرها، وخصص لك منبر وتستضيفك جميع القنوات، وجمعت مالا هائلا وأنت تعلم أنك على الباطل، وأن الحق الذي أخذته من شيوخك ورويته إلى الأئمة الثقات يخالف هذا الأمر. الله تعالى سيحاسبك على هذا المال، لأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين أخذت هذا المال؟ أخذت هذا المال بالمجاملات، على حساب من؟ وقفت مع الظالم الذي يملك المال ضد المظلوم الذي ليس عنده مال. فهؤلاء هم، هؤلاء نحن نمثل الكافة، الفقراء المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في بلاد الشنقيط وفي بلاد مالي، الذين يكتبون على الألواح الخشبية ولا يجدون لقمة الطعام، ولكنهم على العقيدة الصحيحة، على العقيدة التي رويت عن أئمة الهدى، ليس فيها انقطاع، ليس فيها خلل. نتكلم بكل أخوية وبكل ود إلى الذين بدأوا بعدائنا، لم نبدأ بعدائهم، لم نبدأ بالتبديع ولا بالتفسيق ولا بالتضليل لأحد، وسكت علماؤنا دهرا، ولكن اتسع الخرق على الراقع. مسائل بسيطة يعرفها الإنسان البسيط إذا درس شيئا من العلوم الأصلية، يحارب العقل بشكل منهجي، يقول لماذا؟ لأنك إذا اتبعت عقلك ستخرج من كتاب الله، وآيات الله تعالى تصرخ بك: لأولي الألباب، لقوم يتفكرون، لعلكم تعقلون. وأنت تحارب المنهج العقلي بشكل منظم، تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طعنك بأسانيده. صعدوا إلى الطابق الخامس، لكن بدون مصعد وبدون درج، اصعدوا، وكتاب السنة في الطابق الخامس الآن. كيف نصعد إليها؟ السلم الذي وصلنا إليه نصل من خلاله ببطء، أو المصعد السريع، كلاهما بأيدي جماعة هي مظلومة الآن، لا، بعضهم لا يملك قوت يومه. فنحن هؤلاء الناس، نحن الذين انبهرنا في يوم من الأيام بالسلفية وظننا أنهم على الحق المبين لكثرة ما يستدلون بالأدلة، وقرأنا على شيوخهم الكبار ورحلنا من أجل ذلك، وجلسنا سنوات واختبرنا في تلك المناهج وخرجنا منها بأعلى الدرجات، ثم خرجنا إلى الأزهر الشريف، وقبل ذلك وبعده في الشام في المدرسة الشامية، لنعرف وجهة نظر الفريقين. فوجدنا إنسانا يقول: سأصعد بك إلى الكتاب والسنة لكن بعد أن تؤسس الدرج والمصعد إليهما، وآخر يقول: اقفز إلى الكتاب والسنة قفزا. فعلمنا أن الحق في من يبدأ معك بعلوم الآلة حتى تتقنها، ثم يعطيك العلوم التي هي علوم وسائل للفهم كأصول الفقه ومصطلح الحديث، ولكنها في ذات الوقت تمثل المنهجية، هي وسيلة من حيث كونها طريقة لفهم الكتاب والسنة أو لتوثيق الأخبار، وهي منهجية في التفكير. فإذا ما دخلت لتقرأ الفاتحة
يعطيك معنى الاستعاذة ومن أين جاءت ومن أي أنواع الاشتقاق لتعيش الأزمنة العربية التي نزل فيها النص. وإذا ما تكلم عن الشيطان فهل هو من شيطة أم من شطنة، وما الذي ينبني على ذلك، وما معنى الرجيم. فإذا وصل إلى البسملة يذكر لك 8 أقوال في فهم الباء وأين تعلق ولماذا وما الذي ينبني عليه من المعاني لتفهم الكتاب والسنة على أرضية صلبة ليست على أرضية هشة يمكن أن تقاد من مخابرات غربية أو شرقية لتجعلك تنفذ مخططا وأنت تبتغي الكتاب والسنة. لن تكون من هذا الصنف، لأنك أسست بشكل علمي منهجي تفهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء نحن نفتح أبوابنا للنقد، للنقد ليس للشتم، الشتم مغلق الباب مباشرة. لسنا من أهل المشاتمة، لأنه شتمني سأشتمه لست مشاتما أنا خلاص، والمستبان شيطانان، لا أريد أن أكون واحد من الشيطانين فأغلق الباب مباشرة، يكفي شيطان واحد. ترد مرحبا بك، تنتقد أهلا وسهلا بك، تتصل نتشرف بك، بابنا مفتوح، بيتنا مفتوح لكل إنسان، لكل مسلم من أعدائنا قبل أحبابنا، ومرحبا بكم وأهلا وسهلا، وتعالوا إلى كلمة سواء. هذه الكلمة لنفهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بمناهج صحيحة اتفقت عليها الأئمة، لنبتعد عن الشيوخ الذين صنمهم فيسبوك وتويتر ويوتيوب بوسائل معينة على طريقة ستارز ميكرز، صانعين نجوم، صار نجما ولكنه ليس عالما، لأن هؤلاء سطحوا المسلمين. نريد البسيط العامي حينما يسمع الكلام يعلم أن هذا العلم متين وأن الأدلة بيد أهلها وأن دين الله سبحانه وتعالى سيبقى ولم ينقطع، لتعلم أن آباك وأجدادك الصالحين أهل الصدقات والقيام والصيام ما كانوا كافرين، ما كانوا مشركين، ما كانوا عبادا للأوثان، وكانوا يفرون من ذلك، لتعلم أنك على الجادة البيضاء ليلة كنهارها. نسأل الله لنا ولكم القبول، ومرحبا بكم في كل وقت وحين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.